قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الدولة تمكنت من القضاء على الفكر المتطرف. وأضاف الرئيس السيسي خلال حضوره الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد أن ثمن التضحية لا يمكن أن ننساه لتحقيق استقرار الدولة، وأن كل ظرف مر على الدولة خلال العشر سنوات الماضية له تكلفته يجب أن يتحمل تبعاتها الجميع. الحرب 67 و73 وحتى الحرب الأخيرة اللي احنا قعدنا تقريبا فيها 10 سنين، اللي هي يعني كنا بنجابه فيها يعني فكر منحرف متطرف، استباح دمنا واستباح مستقبلنا، استباح دمنا واستباح مستقبلنا انه يخرب بلدنا زي ما الدول كتير اتخربت وزي ما دول كتير راحت. فكان متصور انه ممكن يعمل ده، ولكن برضو باخلاص ودماء ابنائنا سواء اللي استشهدوا او اللي اصيبوا كان فضل كبير قوي من ربنا علينا ان تنتهي بفضل الله باللي احنا اتحقق لغايه دلوقتي.